Hello students, today we will take a new lesson and it's very easy and simple. It's about plants. Plants wild or cultivated. النباتات عندي يا اما بتكون wild plants او cultivated plants. بتيجي بتسألي شو الفرق طيب بين الوايلد والكالتيفيتد؟ شو الشيء اللي بخليني اقول عنها هاي وايلد وشو اللي بخليني اقول انه cultivated. بنبلش بالوايلد plants. Live and grow on their natural habitats. يعني هن بيطلعوا لحالهم بيعيشوا محل ما هن بيكونوا موجودين. ما مش انا اللي بزرعن. Example مثل عندي الانيلا ويلو اند سيدر. في عندي هون مثل اللي هن اشجار الويلو هي الصفصاف السيدر هي اشجار السيدر. Cultivated plants هن are planted and taken care of by man. الكالتيفيتد مش هن بيطلعوا لحالهم. احنا يلي بنزرعن واحنا بنهتم فيهن لحتى يطلعوا مثل مين عندي examples الويت القمح الكورن الذرة البوتيتو البطاطا توميتو البندورة والتشيريز الكرز. بدنا نشوف بس رسمة شو الفرق بيناتن بين اللي احنا بنزرعن وبين اللي بيطلعوا. بلاحظ هون في اختلاف بالشكل بين الوايلد بير والكالتيفيتد بير يلي هي عم تطلع لحالها غير يلي احنا عم نزرعها. نفس الشيء بباقي الرسمات. فالهدف من درس اليوم نعرف انه النباتات البلانتس عم تنقسم لتو يا اما وايلد بلانتس يا اما كالتيفيتد بلانتس. الفرق الرئيسي انه بالوايلد بلانتس هي عم تطلع اند جرو اون ذير هابيتات لحالها بدون مساعده الانسان، اما الكالتيفيتد بلانتس هي احنا اللي عم نزرعها وعم نهتم فيها. هيك بكون خلص شرح ورح نبقى نبعث اسئله عليهم.